يلا يا اسلام يعني ادينا هنت كده على السيزون بتاعك كده يعني ايه اللي هيحصل؟ احنا هنبدا النهارده السيزون الثالث للانكولوجي كوريكولم اللي احنا بنعمله كل سنه في مركز اورام. تمام، احنا السيزون الاولاني والثاني كان فيه بعض المشاكل، احنا حسينا السيزون ده وهيبقى ملتزمين بمواعيد المحاضرات اكتر. جدول معروف مسبقا من شهر قبل بدايه الكورس، وكل حد بيتبلغ بالميعاد بتاعه قبل شهر او اكتر قبلها، وكل يوم سبت هكونفيرم الميعاد بالظبط وهيدي المحاضره. لازم سبت والثلاث بس عشان لازم قبلها بيوم، الكالتشر المصريه لازم قبلها بيوم تاكد على الناس. ماشي ناكد على الناس قبلها بيوم برضه، بس انا المحاضره الاربعه ده مش حل يا جماعه. ما هو الاربع ده اللي كان معروف برضه مفيش فايده؟ اه عشان ما يبقاش فيه لسه ثاني يوم. بس نبدأ على دكتور اسلام بقى، اول سيجن النهارده على الكارسينوجين. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر دكتور اسلام الريسبونسبل عن السمستر ده بتاع الانكولوجي ميتنج، وسعيد بدعوته ليا النهارده ان انا اكمل الموضوع ده اللي هو كارسينوجينيسيس اللي انا اتكلمت عليه قبل كده. يعني اجوب النهارده، يعني انا عايد حاجات قلتها قبل كده، وبصراحه يعني البريفيوس ويك انا قريت كام داتا كده في الكارسينوجينيسيس او حاجات احنا بتقابلنا حتى في التوبيك بتاعنا او في البراكتس بتاعتنا، لقيت لها علاقه وثيقه بالكارسينوجينيسيس، واحنا او انا تو ماي نولج انا ما كنتش عارف عنها حاجه. يعني معلومه كومن جدا احنا نعرفها يعني وبنقابلها كل يوم، كيس وبريست كانسر، ايرلي بريست كانسر ادكويتلي تريتد، عالجتها كويس جدا، وبعد ما عالجتها وعملت لوكوريجنال كنترول كويس واديت الكيموثيرابي، بعد 10 اور 15 ييرز البيشنت كومينج تو يو وذ اكستنسيف بلموناري ميتس اند ليفر ميتس. حد يعرف ايه الاكسبلانيشن؟ يعني حتى ايه هو محدش يعرف لحد دلوقتي ايه السبب الاكشوال، لكن الموست اكسبتد ثيوري of this aggressive recurrence بعد adequate treatment of case of early breast cancer. وال early hidden cancer. مايكرومتاسس في البون مارو. طيب المايكرومتاسس ده طب ليه ما كانش موجود قبل كده؟ المايكرومتاسس ده هي breast cancer stem cells. تمام cancer stem cells، طب ايه مواصفات الكانسر stem cells؟ cancer stem cells دي ليها ماركرز، انا كنت عملت هي فعلا دي 44 و 24 ودي بتبقى ايرلي اصلا هي فعلا ستايز في البلاد هي فعلا انا اقول كلامك، هو الموست اكسبتد ثيوري فعلا از ثيوري اوف تيومر دورمنسي، هو دي اشهر ثيوري دلوقتي، حتى في كتاب والله اي هوب ان بس اللي يعرف يجيبه لي، لو يعرف يجيب كتب من على النت، لان الكتاب ده انا مش عارف اجيبه خالص، حاولت انزله كتير حتى من موقع الجامعه ما عرفتش. هو ايه الثيوري بقى في تيومر دورمنسي؟ ان في سيرتن سيلز كلنا عارفين احنا بندي كيمو ثيرابي ليه في البريست او في اي كانسر تو كنترول ذا مايكروميتاس. طيب بس في اريا احنا مش واخدين بالنا منها، ان مش كل المايكروميتاسيس ار مالجنان سيلز، يعني كان بي ديسترويد باي كيمو ثيرابي. هو الكيمو ثيرابي افكت اني تايب اوف سيلز؟ يعني يبقى اي سيل مش هتبقى رابيدلي ديفايدنج او هتبقى دورمنت سيل كيمو ثيرابي مش هتاثر عليها، ولا ريدو ثيرابي اند ايفن سام تايبس اوف تارجت ثيرابي مش هتاثر عليها. المشكله بقى ان في سيرتن كانسرز في بعض الخلايا اللي بتخش السيركوليشن وتروح تديبوزيت في سيرتن سايتس وميتاسيس بتبقى كانسر ستيم سيلز زي ما بيقولوا، ودي خلايا اسمها ايه؟ دورمنت. يعني ايه الدورمنسي؟ الدورمنسي يقابله في الخلايا الطبيعيه حاجه اسمها الكويسنس. ايه الكويسنس؟ اللي هو الجي او فيس في السيل سايكل. عارفين احنا جي او فيس بتاع السيل سايكل، الخليه نون ديفايدنج سيل مستنيه يا اما تخش في جي تكمل سيل سايكل يا اما تفضل كده تمبري او بيرمننت. فهي خلايا دورمنت، ومشكله الدورمنت دي خبيثه جدا، الكيمو ثيرابي ما بيأثرش عليها ولا ريديو ثيرابي ولا اي حاجه، وتفضل قاعده في سيرتن سايتس ان يور بودي، ولسبب غير معروف يحصل واتس كولد تيومر ري انيشيشن اور تيومر ري انيميشن. ايه اللي بيرجع بقى الكانسر ستيم سيلز دي ترجع تفلير اب؟ اي دونت نو، واي ثينك لحد دلوقتي ما حدش يعرف ايه الفاكتورز اللي بتخليها ترجع. يا ترى ايه الكومن بايو ماركرز اوف ذيس سيلز؟ دي واحده من كنا عاملين استادي انا والدكتوره نهى الزعفراني، جايب فكرتك كنت عاوز اعملها رساله دكتوراه عن البريست كانسر ستيم سيلز ماركرز بعد ما ندي كيمو ثيرابي وقبل ما ندي كيمو ثيرابي. انت هتلاقيها فين؟ هو بنعمل فين؟ بناخد بون مارو بايوبسي. هو البون مارو صح؟ اسمعني بس، باخد بون مارو بايوبسي من البيشنت بيفور الكيمو ثيرابي وافتر كيمو ثيرابي، بس يكون البيشنت عملت سيرجر، يعني بعد ما عملت موديفايد راديكال ماستكتومي باخدها قبل ما ابتدي الكيمو ثيرابي، باخد بون مارو بايوبسي، وبعد السايكل بتاع الكيمو ثيرابي باخد بون مارو بايوبسي، واشوف الماركرز اللي هي ليها ماركرز معروفه سي دي 44 وسي 24، اشوف اخبار البريست كانسر ستيم سيلز ستيل بريزنت في البون مارو بعد الكيمو ثيرابي. طب ما اكيد هتفضل لان الكيمو ثيرابي ما بيأثرش عليها. لا في ستادز في ستاد ما انا ما انا هي ريزيستنت، يعني هي مشكلتها انها ريزيستنت. قضيه ريزيستنت هي بتقل مع الكيمو ثيرابي. يجوز اكيد الكيمو ثيرابي ليه افكت. بتقل مع الكيمو على اي حال، بس الاستاذ دي معموله مش عشان كده، الاستاذ دي معموله عشان نجيب تارجت ثيرابي ايوه سبيسيفيك ماركرز بتاعت البريست كانسر ستيم سيلز.
هو ده شغل جديد. دي اول بوينت انا حبيت اقولها النهارده، تعتبر جديده بالنسبه لي او تعتبر فيها ريسيرش. حتى ممكن انت تروح في البيت تفكر في اي توبك تفكر فيها ايه في بوينت ثانيه جميله قوي اوريها لكم. انا جايب سلايد كوبي اند بيست، يعني دي مش من دماغي، بوريكم السلايد وهوريكم قد ايه يعني استونشنج، يعني ايه اذلتني. طيب انا اتكلمت في السيزون اللي فات، كنت كان التوبيك بتاعي كنت عايز اقول الاسنس اوف كارسينوجينيسيس، وان اساس اي كانسر هو ديس ريجوليتد سيل سايكل، وان كل الكارسينوجينيك او المواد اللي هتؤدي الكانسر هتصب في النهايه في السيل سايكل وهتاثر على السيل سايكل تعمل اولترد سيل ديفيجن، وان الكانسر از ديز ان ويتش ذا كنترولز اوف ذيس سيل سايكل جو رونج. اول ما الكنترولز بتاعت السيل سايكل يحصل فيها اي ديرنجمنت يحصل كانسر. نكست. طيب احنا هنتكلم النهارده على نكست عشان تتقلب. الكانسر طبعا زي ما احنا عارفين يختلف عن اي ديزيز ان اور بودي. اي ديزيز ان اور بودي هو لاك اوف فانكشن، زي دايبيتس مثلا، لاك اوف انسولين، زي انفكشن يبقى انتروداكشن اوف مايكرو اورجانيزم. لكن الكانسر ده حاجه ثانيه خالص. الكانسر عباره عن اولتر سيل ديفيجن. اقلب انا عشان يبقى اسرع، السلايد كتيره فانا عايز التقليب يبقى ايه اسرع. خلاص. فالكانسر يختلف عن اي ديزيز ان هو اي ديزيز ثاني لاك اوف فانكشن، زي دايبيتس، زي مثلا كورونري هارت ديزيز يبقى ديكريز بلاد سبلاي. لكن الكانسر لا، هو مش لاك اوف فانكشن ولكن اولترد فانكشن. تمام. نيكست. فالكانسر هاويفر از ديو تو التريشن اوف ذا نورمال بايولوجيكال بروسيس. مين هما النورمال بايولوجيكال بروسيسز اصلا؟ في عندنا كام نورمال بيولوجيكال بروسيس في الاور بودي؟ في اربعه: جروس بانواعه، الديفرنشيشن، السيل ديفيجن او البروفريشن، ولاستلي سيل ديث. تمام. هو بيحصل فين في السيل ديفيجن؟ ده افكشن موستلي اوف السيل ديفيجن، اللي هي سيل ديفيجن سايكل او سيل سايكل. نيكست. كانسر از فاندمنتالي ا ديزيز اوف ديس ريجوليتد سيل ديفيجن. نيكست. طيب انا كنت النهارده تارجت ان انا اتكلم على الكانسر. يعني ايه كلمه كانسر؟ نيكست. Origin of the word cancer, theories of the carcinogenesis in brief, old and recent. ايه الانيشيتورز؟ ودي اكتر حاجه تهمنا، يا ترى ايه اللي بيبدا الكانسر؟ نكست. ايه types of cancer؟ يعني ايه inherited؟ يعني ايه sporadic؟ Lastly, the molecular study of cancer and the clinical implications. ودي اي ثينك يعني ان انا عشان اعمل study للكانسر هخليها لحد باثولوجي، هو اللي يعرفنا اكتر ازاي نعمل study للكانسر، ازاي نعمل IGC، ازاي ندرس الدي ان اي study. كل ده هيبقى اكتر في حد باثولوجي. كلمة كانسر ترجع طبعا للانشنت ايجيبشنز من اكتر من 3000 سنة. اول ما اكتشفوا بيبرز بتقول ان في 8 كيسز اوف تيومرز اور ارثر ان ذا بريست، ودول تريتد باي كوترايزيشن، وكتبوا في السينج حاجة بتقول ذير از نو تريتمنت، ده ديزيز وذاوت تريتمنت. بعد كده بقى جه ابو الكرات بقى في 60 او 63 قبل الميلاد، واول واحد استعمل ذا تيرم كارسينوس او كارسينوما عشان يديسكرايب من ألسر فورمينج او ألسر فورمينج تيومر. طيب يا ترى ايه ثيوري اوف كارسينوجينيسيس؟ اول ما بدا الكارسينوجينيسيس من زمان جدا، اول ثيوري قال لك ده فلويد، هو مش سيلز، لا هو عباره عن فلويد. وقال لك ان البادي فلويدز هم عباره عن اربعه: البلاد والفليجم اللي هو زي السيرم، واليلو بايل والبلاك بايل. قال لك هم دول الاربعه فلويدز اللي في جسمنا، لو زاد البلاد بايل يبقى ده كانسر، لو حصل امبالانس يبقى ده ديزيز. نكست. جت ثيوري بعدها بقى اللي هي الهوفمان دي، قال لك ان لا، البادي فلويدز اهمهم البلاد والليمف. لو الليمف ده حصل فيه ان التيومر هو عباره عن ديجنريتد ليمف، شويه ليمف كده حصل لهم ديجنريشن وفرمنتيشن، هو ده الكانسر، والكانسر ده مش سيلز. طبعا ده كلها ثيوريز خزعبليه. جه بعد كده بقى ثيوري بعدها اللي هم قالوا ان الكانسر ده كونتاجوس ديزيز، بيتنقل كونتاكت، وكان نظريتهم دي مبنيه على ان في نفس الفاميليز في كذا ممبر ممكن يجي له بس كانسر، فقال لك ده كونتاجوس ديزيز. فهي دي فكره الكونتاجوس ديزيز. وبروبوز ذات كانسر لسه موجوده النظريه دي لحد دلوقتي عند ناس كتير. ناس كتير عندها النظريه دي. هو طبعا كلمه كونتاجوس في الكانسر برضه عشان نبقى واضحين، هل كونتاجوس تعبر عن حاجه في الكانسر؟ هي فعلا هي حاجه خزعبليه، بس كلمه كونتاجوس هل في حاجه ممكن تعمل كانسر وتبقى كونتاجوس؟ طبعا في هيومن سيكشوال. ما هو ده السلايد اللي بعدها اتفصل نيجاتيف. هي فعلا الكانسر از نوت كونتاجوس زي ما احنا عارفين، ولكن وي نو ذات سيرتن فيروسز سيرتن بكتيريا اند سيرتن بارازايتس كان انكريز ا بيرسونز ريسك اوف ديفلوبينج كانسر. هو مش كونتاجوس. الاورجانيزم ده ممكن يتنقل من انسان عنده كانسر لانسان ثاني ويجيب له نفس الكانسر، بس هو مش معنى كده ان هو كونتاجوس. نكست. الكورونيك اريتيشن ثيوري دي بقى جيفر كاو
في سلايد انت عدتها؟ اسلام عبد مين الاستاذ؟ ايوه البلاستيك ايوه دي تمام. جه بعد كده بقى كل السيوريز دي كانت بتقول لك ان الكانسر ده مش سيلز، الكانسر ده عباره عن فلويدز، لحد ما جه بقى السيوري دي بتاعت مولر اللي قال لا، اول واحد قالك ان الكانسر ده عباره عن سيلز، بس برضو خياله وصل له ان السيلز دي مش جايه من انذر سيلز، لا ده حاجه اسمها البلاستيما سيلز، دي امبريونيك اليمنتس كده موجوده ما بين النورمال تيشو، دي اللي بيطلع من الكانسر. جه بقى هيز ستودنت فيركاو هو اول واحد قال لا، الكانسر سيلز ار سيلز لايك اني اذر سيلز اند جولو فروم نير باي اذر سيلز، ده اللي هو فيركاو. فيركاو نفسه برضو هو اللي طلع كرونيك اريتيشن ثيوري وقال ان الكرونيك اريتيشن وان اوف ذا موست كومن كوزز اوف كانسر، بس قال ان الكانسر بيسبريد فروم اتس سايت وانذر سايت عن طريق ان ان ايدنتيفايد فلويد، يعني ما بيتنقلش عن طريق البلاد واللمف، يعني مفيش مالجنا سيلز بتخش، لا شويه فلويد. بس جه كيرش بعدها وقال لا، ان الكانسر بيسبريد عن طريق السبريد اوف ذيس مالجنا سيلز ثرو البلاد واللمف مش عن طريق ان ايدنتيفايد فلويد. وفضلت بقى التروما ثيوري برضه فضلت بقى من سنه 1800 لحد 1920 ان التروما از ذا كومنست كوز اوف كانسر، وذيس بليف مينتيند ديسبايت ذا فيلير اوف انجري انها تو كوز كانسر، فضلوا يقولوا ان التروما هي الاساس. لكن ريسنتلي بقى ذا موست اكسبتد اند ذا موست ريسنت كارسينوجينيسيس موديل از ذيس موديل، موديل اوف انيشيشن بروموشن كانسر كونفرشن اند بروجريشن اند هيتروجينيسيتي، هو ده الاكسبتد موديل اللي احنا هنشوفه في اي كانسر، اي كانسر هتلاقي في انيشيشن سيرتن سيلز تحولت الى انيشيتد سيل او الاورتال سيلز، بعد شويه حصل مونوكلونال بروفيشن اوف ذيس سيلز عملت كلون اسمها بروجريشن، لا اسمها البروموشن، لحد ذيس ستيب اتس نوت ا كانسر اتس ا برينيو بلاستيك تيومر او ابيناين تيومر، لازم تحصل هنا ستيب اديشنال ستيب كولد ذا مالجنت كونفرشن، يتحول هذه البيناين تيومر او البرينيو بلاستيك ليجن باديشنال ميوتيشن او اي اديشنال كارسينوجين الى كانسر، بعد كده الكانسر اديشنال ميوتيشن يتحول الى بروجريسيف كانسر. دي كلها برضو دايجرامز بتوضح المودلز او الكارسينوجينيسيس موديل. نيكست ده في الاتش سي سي، ده برضو كنت عايز اقول ان برضو ذا كور او الاسنس اوف اي كارسينوجينيسيس هو افكشن اوف ذا سيل سايكل، في النهايه سواء بدات الدي ان اي دامج لازم كله في النهايه ثرو ديفرنت باث ويز ينتهي الى افكشن اوف ذا سيل سايكل، يخلي السيل سايكل تلف على طول او يدخلها في باث ويز ثانيه انا بنقولها بعدين. نيكست طيب، عشان كده بيزك اندرستاندينج اوف ذا سيل سايكل اند اتس بريسايز ريجوليشن and control is a cornerstone of carcinogenesis and molecular oncology regardless of the genetic damage، بغض النظر على ايه اللي حصل فوق النهايه هي disrupted cell cycle. next دي يعني كلمتين على cell division، طبعا احنا عارفين ايه الباينري فيجن ده بيحصل فيه في البروكاريوتيك سيلز، هي ايه البروكاريوتيك سيلز دي؟ خلايا مالهاش نيوكليوس ولا ليها نيوكليوس؟ ملهاش، لا ليها مالهاش نيوكليوس، يعني ما فيهاش نيوكليوس ماتيريال، لا هي ملهاش ممبرين باوند نيوكليوس، هي فيها نيوكليار ماتيريال بس لاك ا ممبرين باوند نيوكليوس، هي دي البروكاريوتيك. الميتوزيس ده بيحصل في الايوكاريوتيك سيلز، الميوزيس بيحصل فيه فين؟ في الجيرم سيلز او الجينيز. نيكست الكارسينوجينيسيس بقى ايه الفرق بين كارسينوجينيسيس وانكوجينيسيس؟ كارسينوجينيسيس معناه مالجنانت كوزيشن كوزيس اوف مالجنانت تيومر، لكن انكوجينيسيس كوزيشن اوف بينوينت او مالجنانت تيومر، ده بس عشان كلمه الترم. اه دي الجمله اللي انا قلتها اهي اللي انا قلتها اول ما بدات، ان في ميني كانسرز بيشنت هاز فيري جود تشانسز اوف ديز فري سرفايفل اف ذا كانسر از كوت اند تريتد ايرلي، بس المشكله ان كلمه ايرلي دي كلمه سبجكتيف، يعني مش معنى ان انت لقيت بريست كانسر ايرلي ان هو ايرلي، يعني انت لو لقيت بريست كانسر 1 سنتيمتر هو ده ايرلي ولا 2 سنتيمتر ايرلي؟ بقى في بايو ماركرز كتيره قوي قبل ما تقول كلمه ايرلي. هو احنا مش بنقول ان بريست كانسر از سيستميك ديزيز؟ يعني ايه كلمه سيستميك ديزيز؟ المفروض ستارت لوكال برزنتيشن بلامب، يعني ايه برضه يعني من امتى من امتى هو ممكن قبل ما يطلع اصلا ماس في البريست؟ من امتى بالظبط؟ اول ما يحصل ليمفوفاسكولار انفيجن. لا من امتى بالظبط؟ يعني من امتى البريست يعني ايه كلمه سيستم ديزيز؟ يعني اول ما طلع الكانسر سيل بدري. ايه؟ ميوتيشن حصل في الجين. لا يعني امتى يعني اقدر اقول ان الفكت سيستم معقد؟ فكت ايه؟ لا كلمة سيستم ديزيز اللي هي ابليكابل على ميني سوليد تيومرز اند هيماتولوجيكال تيومر معناها ايه؟ يعني الكانسر از سيستميك فروم about the 16 cell stage، يعني من اول ما يوصل مرحله 16 cell stage لا اخاف اشك بقى ان في مايكرو ميتاستاسيس دخلت السيركيوليشن او دخلت الليمف، دي كلمه سيستميك. 16 cell stage دي يعني مش عايز اقول لك السايز بتاعها قد ايه، حاجه حوالي 11 مللي او 1 مللي، عشان كده احنا كنا بنقول قبل كده مش هندي كيمو ثيرابي للحالات اللي اقل من سنتي، بس دلوقتي انتوا بداتوا تدوا للاقل من سنتي، حتى لو تيومر لو شفته بيتهيألي اصلا احنا ما بنشوفش اقل من سنتي،
كان يقول لك الاقل من سنتي ما تديش كيمو ثيرابي. على اساس ايه بقى فكرته اقل من سنتي؟ غالبا الاقل من سنتي دي ما وصلتش للستيج ان دخل مايكرو ميتاز في السيركوليشن. هي دي فكره سيستميك ديزيز اللي احنا نقول يعني ايه كانسر از سيستميك ديزيز. فكلمه ايرلي استنى بس نكست ارجع تاني. فعشان كده بنقول ان البيشنت بيتعالج كويس جدا ويبقى اديكويتلي تريتد وبعد 10 15 سنه يجي بتيومر ريكرنس، وده اريا اوف ريسيرش ناوديز اللي عايز يدور فيها بقى اي ريسيرش. ده كلام محترم جدا. نكست. في جمله ثانيه بقى جميله جدا اللي هي دي، يعني لو تقروها الاول يبقى مور نايس، يعني هتبقى اصلا حتى لسه قاريها دي. دي مثلا من حوالي 4 دايز بقى مثلا 4 دايز اول ما كنت انا وصرت جدا من الجمله دي، بس كانت غريبه جدا. يعني ذا انسرت اوف ميجور سيرجري اللي هو وذ ديسربشن لمفاتيك مي ابسيت ذا ديليكت بالانس بتوين ذا اميون سيستم والدورمنت بريست كانسر سيل. ده في البريست كانسر، بس على فكره انا قريتها في الاورال كانسر كمان. بيشنز وذ بريست كانسر او اورال كانسر ار نوت هايبر مايكرو ميتاز ات ديفرنت سايت اند سيرجيكال تروما مي ري اكتيفيت الدورمنت مايكرو ميتاز. يعني انا عملت سيرجي العيان وانا ما اعرفش ان هو عنده مايكرو ميتاز، واحده بريست كانسر، انا دخلت اشتغل عادي اعمل كونزرفاتيف او اعمل ماستكتومي. السيرجيكال تروما اتسيلف ممكن تري اكتيفيت التيومر اللي هو في هيدن سايز اللي هو في اللونج، اللي هي زي ما برضه حالات الاورال كافيتي بتاعتي اللي انا متعقد منها، اعمل هيموجلوستيك من العيان والاقيه جاي لي بعد ثلاث شهور بتيومر جروس رهيب في الاذر سايد اوف ذا لونج اللي انا ما لمستوش وما كانش فيه تيومر. طب انا عملت ايه؟ انا عملت له هيموجلوستيكتومي فيري وايد سيفتي مارجن، عملت ليمفادينيكتومي كان كل الليمف نود فري، وبعد اربع شهور جاي لي بجروس رهيب في البيس بتاع التانج والاذر سايد اوف ذا لونج. طب ليه؟ لو انا كنت سبته اللي مكتوب برضو تحت الباراجراف ده في نفس الكتاب مكتوب ان ايه؟ ان في كروس توك. ده اللي مكتوب، يعني ده مش كلامي انا. يعني ايه كروس توك؟ يعني التيومر نفسه بيدي انهبيتوري سيجنالز لاذر مايكرو ميتاسيس اللي جنبه في اذر ارياز اوف ذا بادي. فانت شلت الانهبيتوري سيجنالز اديت فرصه للهي المايكرو ميتاسيس انها تكبر. يعني ده ريسيرش وفي ريفرنس كتير قوي على الكلام اللي انا بقوله. ان انت شلت الانهبيتوري سيجنالز اللي كانت طالعه من البرايمري تيومر اديت فرصه للمايكرو ميتاسيس والتيومرز الصغيره اللي كانت دورمنت انها تفلير اب. ده نفس الكلام، ودي متاخده من بيبر قويه. البيبر دي كانت بتقول ايه؟ ان عملوا 10 حالات ديليد بريست ريكونستراكشن بعد 10 سنين حالات زي الفل، اتعمل لها ترام مايكرو فاسكولار دايت، لقوا العيانه في خلال 3 شهور حصل لها ريكرنس فين؟ تخيل انت فين؟ حاله فري كومبليتلي فري بعد 8 سنين و10 سنين داخله تعمل ديليد بريست ريكونستراكشن وعملت الدايت، جالها ريكرنس فين؟ لا جالها في الانترنال ميموري لينف نود اللي عندها الانستوموز. دي بيبر منشوره ديليد بريست ريكونستراكشن، ثلاث حالات من الحالات اللي اتعمل لها ديليد جالها انترنال ميموري لينف نود ريكرنس رغم انها كانت كومبليتلي فري قبل السيرجري. طب ايه اللي عملته السيرجري خلت الليمف نود دي تكبر او يحصل لها كده؟ اكيد كان فيها مايكرو ميتاسيس او دورم. السيرجري باي اني مينز انون مين عمل اي ميجور سيرجري بقت تعمل عين الكانسر او تيبر كل شيء. اعمل سيرش اعمل دور على أيوة ما مش اي ميجور سيرجري. هو برده هو كلامه واضح، هو برده 3 من 10 اتعمل لهم ديليد ريكونستراكشن. يا ترى الثلاثه دول جالهم ليه والسبعه ما جالهمش ليه؟ يا ترى الثلاثه دول كان عندهم كانسر ستيم زيز كتير قوي في الانترنال ميموري وحصل لها فليرنج اب لما عمل السيرجري او عمل المايكرو فاسكولار سيرجري؟ كانوا واخدين ادي في تري طب بعد 10 سنين في يعني 10 سنين كانت الانتر ميموري از ماست. بعد كده رجعوا تاني قالوا لا مش لازم تاخد، بعدين رجعوا دلوقتي قالوا لا لازم تاخد. هو اوريدي كده كده احنا خلينا متفقين ان 10 حالات ما تعتبرش اي حاجه بالنسبه للعلم، يعني هي تعتبر كيس سيريز او حاجه زي كده. لما تقول 3 حالات من 10 30% السامبل سايز ده السامبل سايز يعني هي حاجه محترمه فعلا انت تدرسها بقى، يعني دي يعني تعتبر مفتاح تدرسها. على فكره دي ريفرنسات، يعني دي متاخده من انا ايوه انا بقول لك يعني هو دي الاستادي دي لو قلنا دي في الايفيدنس بيس مثلا دي ليفل 4 سي مثلا او 5 ده واحد بيقترح حاجه. انا عايز اقول لك بس انا يعني دي فكره ريسيرش. ايوه انا بقول لك هي فكره ريسيرش اللي هي بقى تودي انا اصلا شغال عليه. عايز اقول هل انا لما عملت الحالات التون كانسر اصاب منتال فراب ريكونستراكشن هل ده اضرب البيشنت؟ هل الفاسكولاريتي الرهيبه اللي انا دخلتها في التانج دي هل ساعدت على الفيرنج اب اوف تيومر كان دورمنت؟ انا بدات اقول كده، انا بدات ابيليف ان ذات. انا عشان كده بقول لان العيان بيطلع من بعد العمليه رائع. قبل العمليه تيومر ده في عيان انا عامله بيهيفير نفسه بتاع التانج. لا لا بس مش بالسرعه دي مش بالسرعه دي. العيان من قبل ما اعمل له السيرجري اي ثينك كان مور بيتر ذان بعد ما عملت له السيرجري. خلاص انا متفق معاك، انا ما بقولكش انا ما بقولش على الكلام. بيحصل مع ريكونستراكشن في لابس دي اريا اوف ريسيرش انا نفسي شغال عليها.
فانا بوصل لكم لا انا بس بوصل للشباب ان هو يعني ما يخشوش الكلام ده ان هم يخافوا بقى او دور الجراحه او كذا لان ده ستيل ده مش معتبرش طب انت ما شفتش حالات بريست ريكونستراكشن بعد ما تعمل لها لاتسمس تلاقي تيومر في ليرنج ابو ساتلايتس ما سالتش نفسك ليه ماشي اوكي انا عارف ان هو اي نعم ممكن يكون سايب ريزيديوال تيومر او باتشيس او باتشيس كيسمه كويس سايب ريزيديوال تيومر طب ايه اللي خلى التيومر يفلير اب بالطريقه الرهيبه دي ويحصل له ديرمال امبولايزيشن ونطر على الجلد بريست كانسر ده هيتروجينس ديزيز ما كل ديزيز ليه كل مولكيولا يعني التيب النيجاتيف دلوقتي التيب النيجاتيف بريست كانسر الناس بتتكلم الاي ار والبي ار حاجه انا اي ثينك في انسلت اوف التروما نفسها بتاعت السيرجري بتاعت سمثينج رهيب بس ده كلام نوت ايفيدنس بيست ده يبص دي نظريه عشان بس ده كلام نظري كلام نظري معمول على ستادي صغيره خالص ولا يعتبر ايفيدنس بيست خالص الكلام ده انا عندي لحد دلوقتي مثلا اباوت 4 كيسز من 8 حالات انا عملتهم ملاحظ ان انا بعد ما عملت ادكويت سيرجري وبعد ما عملت فلاب ريكونستراكشن بالذات حاسس ان التيومر حصل له فليرنج اب بطريقه رهيبه شوف ان هو بيعملوا ايه بالليل بقى والله العظيم بجد اهو عامل زي الحداد و بيشنت كومبليتلي واخد نيوادفين كيمو ثيرابي حصل له سي ار كومبليت ريسبونس التانج السر اختفت تماما عملت له كومبارتمنتال تانج ريسكشن نو تيومر نو ايفيدنس اوف تيومر تيشو ان ذا سبيسمن ان ذا سبيسمن كل الليمف نود فري بس سنجل كونترا ليمف نود كانت غريبه جدا طلعت بوزيتيف ده غريب العيان ده اجريسيف لوكال ريكرنس واخد كل التانج الناحيه اللي كان فيها العمليه والاذر سايد في خلال 4 شهور بس هو بالذات ارجع مره ثانيه يعني في البريست كانسر في البريست كانسر في كلام كتير على التريبل نيجاتيف والاي ار وبي ار لازم كان في برضه في الاورال كانسرز انت عارف طبعا مش انا اللي هقول لك يعني على الفيلد اوف كانسرايزيشن تمام الفيلد اوف كانسرايزيشن الاورال كانسرز بالذات لان الكانسرز دي بتبقى كانسرز اوف اول ذا فيلد نوتس كانسر اوف ذا تانج بس الفاسكولاريتي الرهيبه اللي انا بدخلها في التانج دي ما هو ده ممكن بقى هو دي لان هو هي دي بقى الاريا اوف ريسيرش انت عارف الكلمه اللي بنقولها للنواب اللي هي الكلمه اللي بنقولها ما تعملش سيرفايكال انفلوت بايوبسي في حاله فيها كذا انت بتحول اي كيوراتيف بلوك نيكد سيكشن الى باليتيف 1 مجرد فتحت بلينز للتيومر ده هو ممكن انا بكلمك لو بتفكر في حاجه الهيد نيك كانسرز بالذات مع الفيلد اوف كانسرايزيشن دي فيري ايفيدنت في الهيد نيك كانسر طبعا 40% انت ممكن جدا تفتح بلينز للتيومر باللي انت بتعمله بتفتح بلينز للتيومر طب هل اقدر اعمل كنترول للمايكرو متاسس دي قال لك الكيمو ثيرابي بس انا دلوقتي ملاحظ ان الكيمو ثيرابي ما جابش اي الراديو بتاعي ولا حتى الراديو بقى كده الكانسر ستين سيل ريزيستنت انيوي انت اللي بتعمل اللي بتعمله بقى دول اسيب العيان والله يعني لو سبت العيان بالكانسر بتاعي ما كانش هيحصل له البروجريشن ده لا لاني لا اعلم يا عم والله اعلم نيجاتيف دي بقى الكويسه فيز اهو دي ديسكريبشن للجي او فيز وتيومر دول نيكست دي جمله الكانسر ستين سيل اللي احنا قلناها دول الثلاثه التيرمز اللي فيهم ريسيرش كتير قوي النواديز اللي هو السيلر كويسه اللي هو الخلايا بتقعد في الجي او فيز الدورمانسي واتكلمنا عليها يعني ايه دورمانسي امال السينسنس دي يعني ايه شيخوخه تمام شيخوخه هو فعلا ريفرسبل جروث اريست ان الخليه بتخش كل خليه ليها ديفينيت نمبر اوف سيل ديفيجن هتبدا تنقسم وبعد كده اريست اوف سيل ديفيجن الريفرسبل هو ده اسمه بروجرامد سيل ايجنج الخليه وصلت لعمر معين هو ده عليه بقى ريسيرش رهيب في تو توبكس مهمين جدا ازاي نحارب الشيخوخه ان انا امنع السينسنس خلاص مش هدخل خلايا السينسنس وعاملين عليها ريسيرش رهيب والحاجه الثانيه ان انا اعملها كانتي كانسر ثيرابي مش دي تعتبر تيومر سبريسيف ثيرابي ازاي لانها بتوقف الكانسر سيلز فانا ممكن ادخل الكانسر سيلز انتو سينسنس يبقى انا كده عليت الكانسر يبقى دي عليها ريسيرش رهيب ودي عليها ريسيرش رهيب اوكي نكس الكارسينوجينز بقى اللي احنا عارفينه انيشيشن والبروموشن والستيب بتاعت المالينت كونفرشن والبروجريشن والجينيتيك ده الموديل انيشيشن يوجوالي باي انيشيتور الانيشيتور ده كارسينوجين ودي ريفرسبل ستيب لكن البروموشن ده بروموتور ودي بوتنشالي بريفنتر لانها انيشيالي بتبقى ريفرسبل وبعد مده بتبقى ريفرسبل نيكست ده برضه الموديل اوف كارسينوجينز نيكست ذا سيم نيكست كل دي دايجرامز للكارسينوجينز نيكست طيب الانيشيشن بقى يا ترى ايه اللي بينشيت الكانسر حد عنده فكره ايه المين ستيم ثيوري اوف انيشيشن اوف كانسر ده سهل ولا شنو اسمها الدبل دي ان دامج يعني هو كلنا بنقول ان الانيشيشن دي ان دامج طب نيكست نشوف كده ايه السيريز او ايه الستيم السيريز اللي بتقول انيشيشن المين ستيم ثيوري اوف انيشيشن اللي احنا كلنا متفقين عليها هو دي ان دامج واول ميوتيشن دي ليها اسم اسمها درايفر ميوتيشن هي دي اول ميوتيشن لكن الاكيوميتد ميوتيشن اللي بعدها اسمها باسنجر ميوتيشن دول الباسنجر يبقى اول واحده بدات الكارسينوجينز اسمها درايفر النيكس اسمها باسنجر في بقى نون مين ستيم ثيور نيكس نبدا بالنون مين ستيم ثيور اول ثيور ظهرت عشان يقول لك الكانسر ده بدا ازاي قال لك لا هو بيحصل نيوميريكال ابنورماليتيز ان ذا كروموزوم في النمبر اللي هو حاجه مشهوره اسمها الايه الانوبلويدي
بس نواديز طبعا احنا بقينا مؤمنين ومتاكدين ان اندرويدي اذا ماركر اوف اجريسيف نيوزا تيومر رازر ذان كوز. يعني اندرويدي يقول لك التيومر الايبلويد الديبلويد ده تيومر جود بروجنوز ده كويس، لكن الاندرويد تيومر اللي فيه ابنورمال نمبر اوف كروموزوم ده هيبقى مور اجريسيف. السيوري الثانيه رهيبه برده اللي هي الميتابوليك دي. ايه الميتابوليك سيوري دي؟ قال لك ان اللي بيبدا التيومر ان بيحصل سام سورت اوف تشينج في الميتابوليزم. ايه اللي سين الميتابوليزم؟ بدل ما بيعتمد على اوكسيديتيف فوسفوريليشن في الانرجي بيعتمد على جلايكوليسيس الخلايا دي، ودي اللي اسمها الفاربرج هايبوثيسيس، ودي اللي مبني عليها مين؟ بيت سكان. بيت سكان، ما احنا بيت سكان اتعمل عشان دي. انا بدي للعيان 2.8 فلورو دي اوكسيد جلوكوز، ياخدوا التيومر سيلز وهو عليه راديو اكتيف ماتيريال فتنور. هي دي فكره البيت سكان، ودي فكره حاجه اسمها الجلايكوليسيس انهبيتورز دراجز. طلع الدراجز برده اسمها الجلايكوليسيس انهبيتورز عشان تنهبت الستيب دي. يبقى الفاربرج هايبوثيسيس من الهايبوثيسيس المشهوره جدا واعتمد عليها البيت سكان والجلايكوليسيس انهبيتورز دراج. لكن برضو ريسنتلي عرفنا ان الفاربرج هايبوثيسيس مش انيشيشن ولكن ات از ا ريزلت اوف كارسينوجينيسيس. يعني الخليه بعد ما تبقى انيشيتد وتبقى كانسر تبدا تخش في هذا الانيروبيك جلايكوليسيس، تعتمد على الجلوكوز اكتر من الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. نيكست. لكن المين ستيم ثيوري هي دي بقى اللي كنا عارفينها. دي ان اي دامج، دي ان اي دامج. طيب الدي ان اي دامج ده ليه مواصفات؟ مش اي دي ان اي دامج، لازم يكون ايه؟ نون ليثل. طب ليه نون ليثل؟ لانه لو ليثل خلاص الخليه ماتت فبدايه يا ريته ليثل، يا ريت الدي ان اي دامج ليثل يبقى انتهينا، لكن هو للاسف نون ليثل. طيب بيحصل جينيتيك وايبي جينيتيك، ودي بقى موضوع حلو جدا وده انا قلته المره اللي فاتت. يعني ايه جينيتيك ويعني ايه ايبي جينيتيك؟ جينيتيك يعني ايه؟ يعني في الاستراكشر بتاع الجين، يعني استراكشر جينيتيك ده يعني في الدي ان اي في الجينز في الاستراكشر بتاع الجين. لكن الايبي جينيتيك لا، الجين سليم ولكن في الفانكشن. يبقى ده يعتبر استراكشرال دامج لكن ده فانكشنال دامج. طب يا ترى مين اللي فيهم ريفرسبل ومين ايرفرسبل؟ اكيد ده ايرفرسبل الجين ده، لكن الفانكشن ده بوتنشال ريفرسبل، ده كان ريفرسبل ماشي. يبقى جينيتيك او ايبي جينيتيك. طيب التريشن او دامج برضو ميوتيشن او ميوتيشن هي نفس المعنى. طيب ممكن يكون انهيرتد جيرم لاين وممكن يكون اكوير، ودي هنتكلم عليها كمان شويه. يعني ايه انهيرتد تاني ويعني ايه اكوير؟ هنقولها تاني. طيب اتس افكت مين بقى؟ نورمال ريجولاتوري جينز. هو ايه انواع الجينز ان اور بودي؟ هو احنا عندنا تو سيت اوف جينز، حاجه اسمها ستراكشر جينز ودي مش مهمه قد النورمال ريجولاتوري جينز. مين هم النورمال ريجولاتوري جينز؟ هم اساسا خمسه اللي هم مين؟ منهم النورمال ريجولاتوري جينز، بروتين جينز، تيومر ريجولاتوري جينز، جينز ريجولاتوري ريبير، في اذر جينز لسه انور. يبقى هم مينلي اربعه دول النورمال ريجولاتوري جينز، لكن اي افكشن ستراكشر جين مش هيؤدي لكانسر. يبقى دي مواصفات الدي ان اي دامج ويتش كان ليد تو كانسر. نكست. طيب بعد ما يحصل الدي ان اي دامج ده المفروض الخليه بتبدا تدافع عن نفسها بوات از كولد ذا دي ان اي دامج ريسبونس. الدي ان اي دامج ريسبونس دي عباره عن ايه؟ حاجه من ثلاثه، يا اما الريفرسبل جروث اريست سينيسنس، انت كده انقذت الخلية دخلتها في الريفرسبل جروث اريست، او الطريقه الثانيه تخش بقى اوبتوزس تموت نفسها تنتحر سيل سويسايد الاوبتوزس، او ما تقدرش لا تعمل كده ولا تعمل كده تضطر تخش في انريجوليتد سيل ديفيجن ويتش كان ليد تو ديفلوبمنت اوف تيومر. نكست. يبقى دي اسمها دي دي ار اللي هي دي ان اي دامج ريسبونس. برضو ده دايجرام بيوضح الدي ان اي دامج ريسبونس. نكست. طيب سجستد ذات A genetic mutation initiates the cancer but the epigenetic damage أو ال change promotes its progression. لكن ده مش حقيقي برضه، لا ممكن يبقى بداية الكانسر epigenetic change، وده على فكرة أثبت في البريست كانسر. لقوا إن أغلب حالات البريست كانسر بيحصل فيها BRCA mutation. هو إحنا كنا عارفين BRCA؟ لا، وجدوا إن حالات كتيرة من الكانسر most of the cases of breast cancer بيحصل فيها BRCA AB mutation. يا ترى يعني إيه AB mutation؟ يعني defect في DNA methylation. ماشي. وده ابروفد وفي بيبرز كتيره كاتبه الكلام ده، عملوا ريسيرش لقوا ان البي ار سي جين سليم وكل حاجه بس ديفكت في الميثايليشن، ودي تعتبر حاجه في الايبي جينيتيك وليس الاستراكشر. نكست. طيب تيبيكالي ا سيريز اوف سيفر دي النقطه بقى بتاعت الانكو ايفوليوشن او المالتيبل ميوتيشنال ثيوري اللي انا بقول عليه ان نوت ا سنجل جين از ريسبونسبل فور ذا ديفلوبمنت اوف كانسر. دبل هيد ثيوري دي لا مش دي دبل هيد ثيوري، لا دي حاجه ثانيه، دي معناها مش شرط جين واحد هو المسؤول عن الكانسر. طب ايه البروف اللي اثبته في كده؟ احنا كلنا عارفين الكيريس والمايلز، مايلز وكيريس مشهورين جدا، اونكو جينز مشهوره جدا بتعمل كانسر كولون وكانسرز كتير. جابوا الاثنين جينز دول عملوا لهم ميوتيشن في اكسبيرمنتال انيمال، لقوا الريزلت ايه؟ ما حصلش كانسر، بالعكس حصل ايه للخلايا؟ تتوقع هيحصل لها ايه؟ تمام، هو ده اللي حصل فعلا، حصل لها اوتوز. ليه؟
قدروا تبنوا عشان الدمج ريسبونس. عشان ده حصل الدمج ريسبونس في انت عندك نيور بودي ديفرنت بروتكتيف ميكانيزم على كذا ليفل. عندك باك اب رهيب جدا, يعني لو حصل ميوتيشن في اونكوجين عندك تيومر سبريفوجين, عندك حاجه اسمها تشيك بوينتس, كل ده هيكوركت الايرور. فاللي حصل انت عملت ميوتيشن لاونكوجين بس العيان او الانيمال ده كان عنده ادكويت او نورمال تيومر سبريفوجين, فحصل بروتكشن, حصل ابوبتوز. فمعنى كده العيان اللي هيجيله كانسر ده ما عندوش درينجمنت في اونكوجين لوحده, مستحيل. لا ده عنده افكشن لاونكوجين واذر تيومر سبريفوجين, يبقى عنده افكشن لمالتيبل جين, يبقى الكانسر نوت سنجل ميوتيشن. وكمان ده ما عندوش افكشن. واحد يقول لك ممكن يقول لك طب ما هو عنده ممكن يكون عنده افكشن في تيومر سبريسور جين. لا, لان في باك اب تاني غير التيومر سبريسور جين. يعني حتى لو عنده افكشن للتيومر سبريسور جين مش هيجيله كانسر. سنجل جين از نوت انف تو كوز كانسر. اوكي, فتيبيكالي ا سيريز اوف سيفرال اور نوت سنجل ميوتيشن اند ايبي ميوتيشن اوف ذيس جينز ريكوايرد بيفور ا نورمال سيل از ترانسفورمد تو ا كانسر. This concept is termed the oncoevolution. Next. طيب ده بقى يعني ايه جينيتك وابيجينيتك؟ قلنا الجينيتك ستراكشر, لكن ده يعتبر فانكشنال, ده ريفرسبل, ده ايرريفرسبل. ماشي, نكست. يعني ايه جينيتك ميوتيشن؟ دي الاستراكشرال التريشن اللي ممكن تحصل, دي انواعها, تفرقش معانا. نكست. طيب يعني ايه بقى الاستراكشرال ميوتيشن؟ الاستراكشرال بقى او الجينيتك ميوتيشن حاجه من اثنين, يعني انيريتد يا اكواير. ايه الفرق بين انيريتد والباقي شادي؟ لسه فاميليا. تمام, قلت ما انت بعد ما تقول دول هقول لك يعني ايه فاميليا. قول لي بقى ايه الفرق بين انيريتد واكوايرد؟ يعني انيريتد يعني اكوايرد, يعني ايه؟ عيان عنده هو سبوراديك بريست كانسر عنده بي ار سي اي ميوتيشن, وعيانة عندها هيريديتري بريست كانسر عندها بي ار سي اي ميوتيشن. ايه الفرق بين الاثنين؟ مكتوبه اهي, حد يقراها يعني؟ خلاص برضه هقول لك يعني. يا عم الفاميليال ده بالصدفه الانهيرتد في الجيرم سيل, والاكوارد مش في الجيرم سيل. الفاميليال ده بيبقى كذا واحد في العيله بس بالصدفه, مفيش ممكن يكون في مفيش بينهم بس الجينز مش معروف. مفيش ليش بينهم وبعض يعني. ثانيه واحده بس, في مهم قوي يعني. لا والله الو الو عايز اوقف الله يسلمك. طيب بس انا في محاضرة دلوقتي اكلمك كمان ساعه. طيب فوق ده بقى, طب صار ايه ده بس بدرع عليه والله. خلاص يا بقى يا شباب, انيريتد يعني ايه؟ انيريتد ميوتيشن يعني passing from the parents to the offspring, يعني مورثه عن طريق الجيرم سيل. هي الجيرم سيل دي عملت ايه؟ عملت الزايجوت. احنا كلنا جيرم سيلز, بعد كده بقى الزايجوت, بعد كده عملت الهور اورجانيزم. وبالتالي لو في ميوتيشن في الجيرم سيل نفسها هتورث لمين؟ يبقى all cells of your body have the mutation. على عكس الاكوايرد ميوتيشن, اكوايرد بريست كانسر, سبوراديك بريست كانسر, يعني ايه؟ يعني البريست كانسر سيلز بس هي اللي حصل فيها ميوتيشن. معنى كده ازاي اعرف ده عن ده؟ بمنتهى البساطه, لو واحده عندها هيريديتري بريست كانسر, خدت لها خليه من الماوس من الاورال كافيتي وعملت لها دي ان اي اناليسيس, هلاقي فيها ايه؟ بي ار سي اي جين ميوتيشن. اي خليه, مش احنا الجينوم بتاع كل يور بودي ذا سيم؟ يبقى انا لو خدت الست بتاعت الريدي بريست كانسر خليه من بقها من عينيها من اي حته وعملت لها استادي هلاقيها بي ار سي اي بوزيتيف. لكن بتاعت السبوراديك بريست كانسر لو خدت لها الاقيها ايه؟ نيجاتيف. امال الاقي الميوتيشن فين؟ البريست ماس. يبقى البريست ماس اللي انت طلعتها ده ايه؟ لما تيجي تعمل لها دي ان استادي تلاقي فيها الميوتيشن. هو ده الفرق على مستوى البراكتس. يبقى الانيريتد يعني ده بيحصل في الجيرم سيل وباست فروم ذا بيرنتس تو ذا تشايلد, لكن الاكوايرد نوت بريزنت في الجيرم سيل, ودي بريزنت ان سيرتن تايب اوف سيلز زي بريست كانسر سيل او مثلا هيباتو كارسوما او ليفر سيلز, ودي نيفر باس تو ذا. انا كده حته البركه دي تاني. طيب سي 1 ايه؟ البي ار سي 1 هو موجود في الانهيرتد بس ولا موجود في الانهيرتد اوتوماتيك؟ لا الاثنين. الفرق بين هيرتيتري بريست كانسر وسبرادي بريست كانسر, ده في بي ار سي ميوتيشن وده في بي ار سي ميوتيشن, ده فيه وده فيه. والفاميليال مين السبرادك؟ مين السبرادك في بي ار سي؟ لا ممكن جينونز ثانيه بتعمل بريست كانسر. وانا قلت ده الجين اكتر جين مشهور يعمل بريست كانسر. وانا قلت طب ما البي 53 بس هو بي ار سي اي بس بي ار سي اي مشهور بالذات في الهيرديتري. يعني كل الكلام بتاع بريست كانسر, يعني انت عايز تقول هل السبرادك بريست كانسر ما فيهوش ميوتيشن في البي ار سي؟ انا بسالك انت عندك ولا لا؟ طبعا ده دلوقتي لما تعمل سيرش يقول لك ده من الكومنست ميوتيشن كمان اي بي ميوتيشن. مش انا لسه بقول لك لقوا البي ار سي اي مش ميوتيتد, ده اي بي ميوتيتد. يعني الدي ان اي ميثايليشن اللي بايظ كمان فيه هو سليم؟ ده في السبوراديك؟ ده في السبوراديك. اما دي اهم نقطه, ده انا عايز اوصل لكم دي. زي هقول لك اشهر حاجه انت عارفها, ميدالري ثايرويد كانسر.
مش في هيريديتري وفي سبوراديك. في سبوراديك فاميليار سيل كانسر ويز ريد بس ايه الفرق؟ هي الكلمه دي لما تيجي تقول لي موتيشن قول لي يا عم دي جيرم لاين ولا سبوراديك؟ لو قلت لي جيرم لاين يبقى ده هيريديتري، يبقى انا لو خدت اي خليه من العيان ده هلاقي فيها الموتيشن، لكن سوماتيك لا، هي الخلايا دي بس اللي فيها موتيشن. لسه الجمله اللي جايه تقول لك ده، هيقول لك ايه؟ ان ذا سيم جينز موستلي ذا سيم جينز ريسبونسبل فور ذا هيريديتري كانسر ار ذا سيم جينز ريسبونسبل فور ذا سبوراديك كانسر. ده اغلب التيومرز كده، بس انا مش بقول ان البي ار سي اي هو الوحيد اللي بيعمل بريست كانسر، مش كده، ومش كل حالات البريست كانسر فيها بي ار سي اي ميوتيشن، لكن هتلاقي كتير قوي فيها اكوايرد سوماتيك ميوتيشن في البي ار سي اي جين. نكس. وبدليل ان بي 53، ما هو الهيريديتري باترن بتاع البي 53 ميوتيشن اسمه ايه؟ ليفرومين. لكن في بي 53 سبوراديك سوماتيك، ماليش دعوه، موجود في التيومرز كتير جدا. طيب الهيريديتري اللي احنا بنقول عليها ده ايه؟ اللي هي الجيرم لاين ميوتيشن لا تمثل الا اباوت 1% اوف كانسر. نسبة قليلة جدا. النون هيريديتري بقى تعالوا نشوفها بقى، النون هيريديتري اللي هي سبوراديك وفاميليال. السبوراديك اكتر من 60%، امال ايه الفاميليال دي بقى؟ هي سبوراديك ولكن لا قالوا انها ران ان فاميليز. يعني ايه ران ان فاميليز؟ ليها سام هيريديتري كومبوننت بس نوت ديفايند، لا الجينيتك باترن بتاعتها ولا المود اوف انهيرتنس. يعني هم لقوا مثلا واحدة عندها بريست كانسر ولقوا ان 3 4 في الفاميليز عندهم بريست كانسر. هو بس نفس العيله بتتعرض نفس الاقوى هو ده هو ده بقى اللي انا هقول لك التفسير اللي هو التفسير. انا برجع تاني موضوع الهيريديتري كانسرز والبي ار سي اي 1. هو من دلوقتي مش قادر يخطط دماغي. هو البي ار سي اي 1 بيتعمل، انت عارف حتى في جايد لاينز مخصوصه في الان سي سي للبي ار سي اي 1 والهيريديتري بريست كانسرز. فمعنى كلامك ان البي ار سي اي 1 اللي احنا بندور عليه، احنا بندور على امتى البي ار سي اي 1؟ في الناس اللي عندهم تاريخ عائلي للبي ار سي اي 1. بس بندور عليه فين؟ انت برضو السؤال، انت لا لا انا بكلمك بصفه عامه، انت امتى بتطلب للست بي ار سي اي 1؟ بتطلب انت لما تكون شاكك في هيريديتري بريست كانسر. في هيريديتري بريست كانسر اللي هو اقل من 1% من الكانسر في البريست كانسر قد ايه؟ 10% ان جنرال، دي جمله ان جنرال. كل الكانسر هيريديتري كانسر كل 1%، لكن في البريست 7% 5 7% انت بتدور على 5 7% عندهم بي ار سي اي جين ميوتيشن. لا مش لازم بي ار سي اي، هو اشهرهم بتكلم امتى بي ار سي اي؟ انت بتعمل ايه بي ار سي اي جين؟ بتعملها لمين؟ للي انت شاكك في هيريديتري. امتى تشك في هيريديتري؟ حالات بقى معينه. ايه المواصفات؟ لا الجينز المعينه بتتغير، اوفريان كذا حد كذا اكثر من 2 بيرست اكثر من 3 ريلاتيف اشكينازي جوش. اوكي اعمل لك تريبل نيجاتيف. انت برضه مش واخد بالك العينه السبوراديك مش هلاقي فيها بي ار سي اي في خلايا جسمها، هلاقيها في البريست. ما انا فاهم يا عم، انا فاهم النقطه دي، بس انا بتكلم على البي ار سي اي في السبوراديك. ماشي هتدور عليه، انا افتكر حد مدور عليه. لا ده شوف حق ان ادور عليه. معلش مش هي واضحه، هي واضحه. في واحد عنده ميدلر سيرفيك كانسر، جميل. اي حد في عيلته عنده ده سبوراديك، ما تعملوش تيستنج ليه؟ في عيله فاميليا ميدلر سيرفيك كانسر. فاميليا انت شخصها فاميليا ازاي؟ ولا هيريديتري؟ ده انا عايز ده السؤال. انت شاكك في هيريديتري ولا شاكك في فاميليا؟ هقول لك بمنتهى البساطه. وفي هيريديتري اللي هو المهم، بس اي واحد في العيله. خد بالك اللي انا هقوله ده، انا يعني انا هقول لك حاجات دلوقتي ممكن تكلكعلك الدنيا شويه، بس هو العلم ما فيهوش كلين كات. الحاله بتاعتك دي انت عايز تعرف هو هيريديتري ولا فاميليال ميدال سيل كانسر؟ هتروح عامل ريد بروتوكوشي في اي خلايا من جسمه، طلعت بوزيتيف يبقى ده هيريديتري. طب ما طلعتش بوزيتيف يا سبوراديك فاميليال. يعني ايه فاميليال؟ هو ما عندوش ميوتيشن. ما هو الفاميليال ده مشكلته ايه؟ ما فيش ديفاين جينيتك ميوتيشن مش عارفينه، او الجين موجود بس المود اوف انهيرتنس مش عارفينه. هو في ديفرنت مود اوف انهيرتنس؟ في حاجتين مود اوف انهيرتنس مشهورين، حاجه اسمها مندليان انهيرتنس اللي احنا كلنا عارفينه قانون مندل، وفي حاجات اسمها نون مندليان. من اشهر الحاجات النون مندليان هي دي. يعني ايه نون مندليان؟ اقول لك اكزامبل مشهور قوي، الطول والوزن في نفس العيله، هل مش ممكن باباك يبقى طويل وانت مش طويل قوي؟ مش في فاكتورز بتاثر الطول والوزن والحاجات دي ما بتتاثرش في جينيتك بس، في انفايرمنتال فاكتور. فظهر بقى النون مندليان انهيرتنس اللي هو اسمه نون مندليان انفايرمنتال فاكتورز بتاثر فيه. هو ده الفاميلي اللي هو بياكلوا نفس الاكل، عايشين في نفس البتاع، متعرضين لنفس الكارسينوجين، فهو ده اللي ورث البريست كانسر في نفس العيله. لكن مفيش جين، او الجين موجود والمود اوف انهيرتنس مش موجوده. لكن امتى تقول هيريديتري؟ او في جين واحنا مش عارفينه، او انا بقول لك الجين مش عارفينه، او عارفينه بس مش عارفين المود اوف انهيرتنس. لو لقينا الجين هيبقى هيريديتري خلاص، بس هتحول. لو لقيت الجين هتنقله. حتى لو لقيت الجين ستيل ممكن تقول فاميليا. لازم تعرف الجين وتعرف المود اوف انهيرتنس وتبقى كونسيستنت وتوزومال دوميننت. شوف ثلاث حاجات قبل ما تقول هيريديتري، يعني تلاقي الجين وتعرف المود اوف انهيرتنس وتبقى متاكد انها اوتوزومال دوميننت. لا الفاب، عارف الفاب سندروم؟
نفس النوع ميوتيشن في الكروموزوم رقم 5 في الايه الاي بي سي جين. طيب ده الاوتوزومال دومينانت ريسيسيف دومينانت من غير ما افكر هو دومينانت طالما هيريديتري كله غير كده اللينش بس هو اسمه فاميليال فاب لا اسمه هيريديتري فاب هو صح هيريديتري بولجوز سندروم اسمها هيريديتري بولجوز سندروم لكن انت عايز تقول بقى تحتها هيريديتري نان بولجوز سندروم لينش تمام هيريديتري طب ده ميوتيشن فين لينش ده في الام ام ار جينز مسماتش الفيرجين يعني يعني اتذكر ان الفاب ده اسم غلط الفاب ايه فاميليال ادينوماتس بولجوز سندروم غلط في ايه ده ده حاجه كبيره من ضمنه الهيريديتري بتاع اه لا منه الهيريديتري يعني الفاب لما تقول لي فاب ما لكش اوتوزومال دومينانت لما تقول لي فاب ما تقولش اوتوزومال دومينانت عشان هو ده هيريديتري يبقى الهيريديتري طيب منه بس انت كلامك دلوقتي ان الفاب ما هواش هيريديتري لا هو هيريديتري سندروم انت قصدك ليه بقول كلمه فاميليال ليه فاميليال اه ليه بقول ما اعرفش ليه ظهر الكلمه فاميليال بس هو هيريديتري زرقته كلمه طب ما اللينش انا بجهزك بس للاسبوعين الجايين كده بجهزك اجيب لك الجامد بس على ده كلام علمي يعني طيب النقطه الثانيه اللي مهمه قوي برضو عشان يبقى احنا قلنا اوتوزومال دومينانت في نقطه مهمه قوي هل كل اللي عندهم ادينومتس بوليبوزس اي بي سي جين ميوتيشن هيجي لهم بوليبوزس لا ليه ما اوتوزومال دومينانت عشان مفيش مود اوف انهيرتنس عشان مود اوف انهيرتنس لا طبعا طب هل كل اللي عندهم بي ار سي جين ميوتيشن فالسؤال اللي انت عارفه بتاع انجلينا جولي طب ليه قال لها ان 86% بس او 85% بس اللي هيجي لهم بريست كانسر نسبه سقوط الطياره نسبه سقوط الطياره 85% مش 100% لان هو احنا قلنا من شويه مش قلنا في اثر جينيتك انتريشن مش احنا قلنا مش جين واحد اللي بيبقى مسؤول على ماشي ده تفسير هو ده التفسير الصح فدي حاجه بس دي حاجه معروفه بالجينيتك ليها اسم اسمها البنيترانس ايه البنيترانس عشان هتقراها كتير وانت بتذاكر يقول لك البنيترانس دايما نوت 100% يعني مش كل العيانين اللي عندهم الجيرم لاين موديشن في جين معين هيجي لهم الكانسر هو ده ليه اظن هو الاستيميشن الوحيد الايه في المدرج الكارسينوما بنشيل لكل الناس لو لقينا عشان انت مش عارف مين اللي مش هيجيب انت نفس يعني كوست بينفيت يعني زي ما مثلا سيبه لحد ما يجي له الكانسر بعد كده ما تلحقش تعمل حاجه لا هي كوست بينفيت يبقى هو ده البنيترانس طب الاكسبريسيفيتي موضوع تو ترمز الملحقين بدي اول ترم البنيترنس عرفنا ان هو مش 100% طب ايه الاكسبريسيفيتي يعني الباترن اوف ديزيز زي الفاب مشهور قوي الفاب ليه مش ليه حاجه اسمها فاب فاريانس يعني هو الجينوتايب واحد بس الفينوتايب مختلف هو نفس الجين ميوتيتد بس فيه ديفرنت فينوتايبس ماشي هو ده الاكسبريسيفيتي يعني يجي بديفرنت برزنتيشن يجي بديفرنت ايج يجي بديفرنت باترن هو ده كلمه اكسبريسيفيتي خلاص دول الثلاثه ايه مصطلحات في الهيريديتي نيكست دي بقى مواصفات اي ريتد كانسر هتبقى اكتر من 3 ريلاتيف البنت ديفايند جينيتك باترن ومود اوف انهيرتنس هيبقى معروف ودايما هيطلع اوتوزومال دومينانت انهيرتنس هاي بات انكومبليت بنترنس البنترنس بتاعه عالي بس مش 100% عمرك ما تقدر تقول 100% فاريبل اكسبريسيفيتي يعني مش كل اللي عندهم هيجي لهم في نفس الايش ولا هيجي لهم في نفس البريست ولا هيجي لهم بايلاترال ولا هيجي لهم مالتي سنتريك الله اعلم كل واحد غير الثاني بيحصل غالبا في يونج ايج بيحصل غالبا بايلاترال مالتي سنتريك مالتيبل ريلاتيفز مور اجريسيف اسوشيتد وذ اذر برايمري كانسر نيكست دول بقى الايه النورمال ريجوليتوري جينز نيكست نيكست اسلام يعني ممكن الطفل يبقى عنده ريد بروتين كوزين ميوتيشن ما يجيلوش مدلل طبعا امال ايه ده اكيد لا وممكن يجيله سوبر لا ما دول تبع سندروم مش هيجيب ممكن ما يجيلوش لا هو قصدي ممكن يجي ما يجيش بسيروت كانسر يجي ببقية الحاجات بتاعت المين سندروم ممكن اي حاجه ما يجيش بحاجه خاصه بنترنس نوت 100% هل كل اللي عنده اي بي سي جين هيجي له بالبوزز؟ لا هل كل اللي هيجي له بالبوزز هيجي له بالبوزز بنفس الباترن؟ لا ده في جورن سندروم وفي اول فيل سندروم في من في سندروم مختلف ليه؟ عشان ديفرنت فينوتايب حتى عادل فتحي كاتب جمله هو كاتب حتى جمله بس مش عايز يعني مدوم لا خلاص اصل كاتب اتنيويتد تايب وفيريانت تايب كاتب لا بس ده لما قريت فيه يعني في كلام تاني خالص عن هو كده بس انا كنت عايز اصلح المعلومه دي طيب البروتو اونكوجينز احنا عارفين يعني ايه بروتو اونكوجين طب بروتو اونكوجين دوميننت ولا ريسيسيف دوميننت يعني ايه دوميننت يعني انهيرتنس اوف وان ميوتنت كوبي از سفيشنت تو برودوس ميوتيشن طب التيومر سبريسور جينز اللي هي بس العمليه يقول لك مثلا دبل هيت سايجوس يعني ايه يعني التيومر سبريسور جين ريسيسيف كريتيريا او ريسيسيف كريتيريا يعني ايه ميمار جين ميوتيشن مش شرط تلاقي مش كريتيريا فور دايجنوز كريتيريا ما هو ما انت شخصها ازاي قصدي الامستردام والبثيسدا دول كريتيريا اوف تيست
يعني اللي فيه الكرايتيريا دي اعمله تيست امتى اعمله تيست عشان وكمان التيست مش سبيسيفيك يعني مش كل اللينش سندروم فيهم ام ار جي ميوتيشن مش كل اللينش مش زي الفاب يعني هو الدياجنوز بتاع اللينش مش زي الفاب الفاب لو هتلاقي الاي بي سي هتلاقيه لكن اللينش مكتوب عنها انها مينلي دياجنوز كلينيكالي بالامستردام كرايتيريا لكن انا عايز اقول لك فاكتور تاني طيب اللي عنده الام ام ار جي ميوتيشن هتلاقيه في السبيسمن حاجه مشهوره قوي بس اول واحد اعرفها لي صراحه مايكرو ستيبل انستابيليتي اه ام اس ار هي دي مايكرو ستيبل مكتوبه انا عارفها والله المايكرو ستيبل انستابيليتي المايكرو ستيبل دي اسمه ريبيتيشن من الدي ان اي بتبقى ريبيتد راندوملي في الجينوم بيحصل الالتريشن في النمبر بتاعها والريبيتيشن بتاعها كل الشغل دلوقتي في الكولون كانسر والليمس سندروم في على الام اس اي جين بس الام اس اي انت عايز تقول لي اللينش سندروم مسؤول عن قد ايه اصلا من الكولوريتال كانسر احنا دايما عايزين قد ايه 2.5% الفاب مسؤول عن قد ايه 1% 1% او اقل من 1% من الكوليكتر كانسر فبرضه يعني مش هتشوف كتير مثلا لينش ما اعرف لما كنت هناك شفت مثلا في الشهرين حوالي على الاقل 6 حالات لينش او كل مره كنت بقول لهم يعني بكسف اقول لهم عايز ليه ادرون ده لينش ليه بس يعني بس كنت خلاص يعني. بس هذا جوز كلينيكال يعني هو قاعد لي لينش كذا كذا كسف لينش انا مش هو بيقول زي ده لينش ولا ده ولا دول احنا ما نعرفش حاله لينش احنا عمرنا ما شخصنا حاله لينش احنا عمرنا ما دورنا ايوه طبعا هي دايجنوز مينلي اكوردنج تو هيستوري هو مكتوب كده لينش بتشخص بالهيستوري وتعمل امستردام كرايتيريا مش جينيتك المفروض تسال العيان هو الكومن الكانسر ده جاله فين دي كومن تشك في لينش انت يانج ايج يانج ايج يانج ايج يانج ايج وايه كمان ماشي سيم سايد رايت سايد رايت سايد صح لارج رايت سايدد كانسر وتبقى كوملي اندفرانشيزد وكوملي سيجنت رينج باتر طب ديسبايت كل ده فيها جمله مشهوره قوي جود بروجنوز جود بروجنوز يعني ايه احسن من البروجنوز بتاعه سيميلر سبراتيك كانسر ات ذا سيم ستيج ليه بقى فيها دنس ليمفوزيتك انتريشن ان ذا مارش ده اللي مكتوب على الليش سندروم نيكست اذر جينز ماشي مش كون نيكست دي الانكوفوليوشن ثيوري قلنا ان مالتيبل جينيتك ميوتيشن لازم تحصل او اي بي ميوتيشن عشان يحصل الكانسر نيكست ماشي نيكست هي نفس المعنى نفس المعنى نيكست اللي جاي ده الاكسنت ده اللي جاي هنا ده الناس اللي جايه في البرد ده مسكين تصور الكافيتيريا ولا تجيب حاجه اجيب حاجه يا عم هو الراجل بتاع الكافيتيريا نازل ده معناه ان اي مالجمنت تيومر فندس على ورقه فصلها قول بدا ب 9 اي مالجنت تيومر بدا ب 9 في السلسله بتاعتك اللي تعرفها ان هو اتحول لبري مالجنت تيومر هو 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 الموديل طبعا ده الموست اكسبتد موديل اه انها كل التيومر سمتم ان هو في ناس بس في قلتش ان هي ممكن تكون السكر صفر في طنط بس ممكن تبدا بالسر اه ممكن تبدا لا بس لا هو دي نفس الفكره زي فكره الادينوما كارسينوما سيكونس بتاعه هو ده الادينوما كارسينوما بس هل انت كله مش كله بقى لا ممكن يكون في حرق المراحل في حاله مراه يعني حصل رابيد تشينج من يعني ما فيهاش ما عمرك شفت الادينوما دي على سيلر ليفل يعني ممكن على مستوى بس هو لازم هتعدي كده امال هي طلعت كانسر كده على طول يعني هايبر بليزيا حصل ديسبليزيا الخلايا بقت كذا حتى في الاورال كافيتي في كده هايبر بليزيا ديسبليزيا كارسينوما ان سايتو هو لازم كارسينوما ما ينفعش مثلا سنجل سيل يحصل فيها جينيتك ميوتيشن لان دامج بالكرايتيريا دي يحصل فيها تبقى كانسر على طول ما هي مجرد ما يحصل فيها الجينيتك دامج لازم تعدي بيزنس يا حبيبي مش في حاجه اسمها كارسينوما ان سايتو انت سنجل لا هو ما تاخد بالك ما هو هي الدي ان دامج اللي حصل ده بتاع الانيشيشن ولا دي ان ايج دامج اللي حصل ده ديسبليزيا ايه الديسبليزيا دي؟ يعني اتيبيكال سيلز موجوده واخده تلت الايه؟ الابيثيليوم يبقى اسمها مايل ديسبليزيا واخده تلتين مودريت واخده ثلاثه كارسينوما ان سايتو عدت بقت انفيزيف بتهيألي كل الكانسر ده هتعدي في الاستيج هو برضه بيقول ان هي النظريه اصلا بتقول ان هو في مالتيبل دي ان اي دامج فانت حتى المره الاولانيه دي كانت دي ان اي دامج واحد ما كانش كافي انه يعمل بروجريشن اه ما كانش كافي وبعدين احنا بنقول انيشيشن الريفرس ماليجنت سيلف ما جاتش ماليجنت انا ما قلتش كده انا قلت بقت انيشيتد سيلف ممكن تديك بنايت اللايبوما ما هو انا قلت ان هتشوف الحته دي لحد هنا انا ما بقتش كانسر لحد هنا انا بقيت ماس برينيو بلاستيك اور بناين ماس لازم تحصل ستيب هنا اديشنال ميوتيشن معينه تحاول تعمل لي المالجنت كونفرجن بعد كده تبقى بروفيشنال انتيجنس اه انا رايي زي كده هي لايبوسركوما بدا من الاول بدا بايبوما انا بدا بايبوما هو اللايبوما فيه لايبوما مش لايبوما ده يعني هي دي كلها فيش هو مش انتوا لسه بتقولوا الاتيبيكال لو جريد هي اللايبوما بتقلب كارسينوما ساركوما ما في غير والله يقوم بتقلب مالينا بس دلوقتي راح لحد دلوقتي انا سمعت كانوا بيقولوا لا الكريه مش بيقولوا كان ده كله اكس لا دلوقتي بيقول لك لا اللايبوسركوما هي لايبوسركوما دي هو من اول
بس انت اصلا بدات بحاجه بيناين وبعد كده ليجل. بس هو كل البيناين يعني الليبوسارفوما اللي قبلها لايبوما، ممكن تقول مثلا يعني حصل هايبرجليزيا في الاديبوسايت بعد كده ميتابليزيا بعد كده ديسبليزيا. لا لا كل كوندروساركوما كان قبلها كوندروما، كل هايبرساركوما قبلها هايبروما. لكن مرض بالسيكونس دي ده اكيد هو اكيد مرض بالسيكونس دي. كل اوستوساركوما كان قبلها اوستيوما يعني صلى الله عليه وسلم. يعني عشان بس كلمه لابوما بالنسبه لنا كومن ف بس لابوما ديليش ساركوما ما بالك هي الاستيوما ما بتعرفش ساركوما والكوندروما ما بتعرفش كوندروما ساركوما. دي جمله الكوليكتر كانسر من الكانسر المشهور قوي، لما عملوا استادي لقوا ان في حوالي 15 درايفر ميوتيشن. شوف يعني 15 جين بداوا الكانسر و60 باسنجر ميوتيشن اثناء السيكونس بتاع الكوليكتر كانسر عشان يتحول لكانسر اللي هو الادينوما كارسينوما سيكونس. شوف حوالي كام؟ عندك 75 جين دخلوا في الموضوع. وهيقول لك الاكزامبل بقى اللي انا قلته لك اهو اهو. اوفر اكسبريشن اوف راس ولايت بيعمل اكسسيف سيل بروفيشنال كانسر. لما جم بقى عملوا راس ومايك اكسبيرمنتالي هايبر اكتيفيتد في موست انيمال، لقوا ان الريزلت از اكسسيف نوت اكسسيف بروفيشن ولكن ابوبتوز. والاكسبلانيشن اهو نيكس هو ده الاكسبلانيشن، ان في مالتيبل بروتكتيف ميكانيزم اند تيوبر سبيتال جريد كتير قدر كتير. طب خلاص لا نيكس ممكن عدى كده ينقف يعني الباقي. لا كمل 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 كويس كمل عادي. الجو برد بره الجو حاجه لا استنى لسه استمر استمر كفايه يا لا عادي. دي نفس النيجاتيف ان جنرال ميوتيشنز ان بوث تايبس اوف ذا جينز ار ريكوايرد فور كانسر تو اوكير. اتس اونلي وين انف بروتون جينز ار ميوتيتد انتو اونكوجينز وانف تيومر سبريتور جينز دي اكتيفيتد اور دامجد ذات ذا سيجنالز فور سيل جروث اوفرويلم ذا سيجنالز تو ريجوليتد that cell growth quickly spirals out of control. ماشي نيكست نفس الفكره. طيب ايه يا ترى اللي بيعمل انيشيشن باك كده؟ الحاجات اللي بتعمل انيشيشن ممكن تكون انهرتد، حاجات جايه جيرم لاين موتيشن، او حاجات جايه من بره اللي هي سبوراديك. ايه اللي بيعمل سبوراديك؟ هو حاجات انفيرومنتال كارسينوجين. ايه انواع كارسينوجين بقى كتير؟ فيزيكال وكيميكال وانترنال واكسترنال. نيكست الكارسينوجين حاجه من اثنين، يا ميوتاجينيك يا اما نون ميوتاجينيك. يعني ايه؟ يعني ميوتاجينيك؟ ميوتاجينيك يعني هتعمل دي ان دامج اللي احنا عارفينه. ماشي ده معروف. طيب نون ميوتاجينيك لا هي ما بتعملش دي ان دامج، هي بتعمل انكريز في ريت اوف مايتوزيس. طب وايه اللي يحصل؟ بسرعه بسرعه مايتوزيس مايتوزيس فيحصل ايرورز. طب ما تلحقش تصلح الايرورز فيحصل ايه؟ اهو يحصل دامج دي ان ديونيك دي ان ريبليكيشن انكريز لايكلي هود اوف جينيتك ميستيك انوبلويدي زي الكحول والاستروجين. يقول لك ان دي نون ميوتاجينيك ما بتعملش ميوتيشن لكن بتعمل حاجات نون ميوتيشن. برضو اشهر حاجه اللي هي نون ميوتاجينيك يعني ما عملتش ميوتيشن، امال عملت ايه؟ اي بي ميوتيشن. دي تعتبر نون ميوتاجينيك. نيكست اهو الاكزامبل الثاني للنون ميوتاجينيك اللي هي بتعمل اي بي جينيتيك ميوتيشن. تمام نيكست. طب يعني ايه كومبليت كارسينوجين بقى؟ وين كومبليت كارسينوجين؟ مش اللي من اولها لاخرها يعني. ايوه هي تقريبا كده يا معلم بس هو كده يا معلم بالظبط. الكومبليت كارسينوجين ده يقدر يشيل الليله اه يعمل انيشيشن وبروموشن درايفر اه درايفر وباسنجر. لكن انكومبليت لا يعمل انيشيشن بس ومحتاج بروموتر. يعني هو يعمل انيشيشن ومستني البروموتر بتاعه. نجس دونا فرصتنا بس. الكومبليت كارسينوجين از توكسين كابابل اوف تريجرينج اول ذا 3 ستيجز. يعني بعض الكتب كاتبه ان هو يقدر يعمل 3 ستيجز وكتب ثانيه كاتبه ان هو يقدر يعمل انيشيشن وبروموتر. طيب امال انكومبليت لا ريكواير ا بروموتر ويعمل انيشيشن. نيجاتيف اه ايه الايبيجينيتك ميوتيشن بقى؟ الايبيجينيتك ميوتيشن يعتبر ده السويتش بتاع الجين. السويتش يعني ده اللي بيخلي الجين اون والجين اوف. انا شغال انا يعني الجين موجود سليم اهو اللي بيخليه اون واوف هو الايبيجينيتك ده الزرار. طيب الاي بي جينيتك دي ايه؟ ليها باترن كتيره اشهرها الدي ان اي ميثيليشن مشهور قوي في البريست كانسر. في حاجه اسمها الكوفالنت موديفيكيشن اوف ستونز وفي حاجه اسمها المايكرو ار ان ايز. كل دي ريسيرش وكلام كتير قوي عليها. المهم كلها تصب في الاي بي جينيتك. طيب ايه الكومنست كوز اوف اي بي جينيتك التريشن؟ هيبقى هيريديتري ولا نون هيريديتري؟ بالعقل كده لا نون هيريديتري طبعا هيبقى اكواير. طب ايه الموست كومن اكواير كوز اوف اي بي جينيتك التريشن؟ The predominant cause of this epigenetic mutation. يعني أكتر حاجة تعمل هذا الـ epigenetic mutation. حاجة كارسينوجين يعني؟ لا مش كارسينوجين. هي حاجة مشهورة حاجة سهلة أوي. ألترا فايلت. سموكينج. سموكينج. حاجة سهلة. إيجينج. ده ونبي. إيجينج. يلا كده عندي. Predominant cause. نيكست. أشهر الميكانيزم دي مثالية في نيكست. أهو هات الجملة اللي بس العادي دي الجملة اللي برضه مش من دي. إن سبوراديك بريست كانسر
mutational inactivation of BRCA1 or 2 is rare. It's rare, ايوه. ماشي ماشي. As inactivation, ده انا عايز اقول لك الموتيشنال. شوف عايز يقول لك ايه؟ As inactivation require both gene copies to be mutated. مش هو ده تيومر سبريسور جين؟ مش في BRCA تيومر سبريسور؟ يعني ريسيسيف؟ عايز دبل دبل. جميل. طب يبقى لا انت خلاص بكلام هنا البي ار سي 1 يبان في السبرادك ده حاجه رير. اصل بتقول نشوف البي ار سي 1 بيبث في قد ايه في الميم من الكانسرز اصلا؟ بريست كانسر. بي ار سي ميتيشن؟ هل هيريديتري ولا جيرم لاين؟ لا يعني النسبه مش قليله. مش قليله لا. طيب الفكره ان انت بس كنت بتقول بي ار سي 1 لما بتشوفه في الهيريديتري هنلاقيه في الجيرم سيل في كل الجسم. تمام. في السبرادك هنلاقيه في البريست ميس. فبالك ان قليل قوي هتلاقي ان بريست ميس تلاقي فيها بي ار سي 1. اه صح هتلاقي بس هتلاقي ايوه لان البي ار سي ده هيريديتري. هو طول عمره بي ار سي مع الهيريديتري. اه انت قصدك مش هتلاقي بي ار سي ميوتيتد في البريست ميس؟ ممكن تلاقي. انا قصدي ان بي ار سي 1 هو مع الهيريديتري وليس مع السبورادك. بس المعلومه انت كده فيري اهو قريب المعلومه. لا انا عايزها توصل لدماغك كده ان انت ممكن تلاقي بي ار سي في الاسبيسمنت وتلاقي الفرق جيرم لاين وده سبورادك. انا عايزها توصل كده بي ار سي 1 ايكوالز 2 ايكوالز 2 هيريديتري بريست كانسر معروفه يعني. لا ما ينفعش تقول كده لازم تقول الجمله صح. جيرم لاين ميوتيشن والله هي كده والله والله هيك كده. البي ار سي 1 هيريديتري بريست كانسر هو ايه ليه ومين اللي مطلع على الكلام انت ما بتحللش في البريست. انا عايز كلمه جيرم لاين ميوتيشن والبي ار سي والبي ار سي 1 في الاوفريان كانسر وفي أيوة. بس كلمه جيرم لاين ولا يا جماعه سوماتيك هو ده هيريديتري برضه بي ار سي 1 في الاوفري هو في الهيريديتري اوفريان كانسر. الجمله دي اه والله هو في الهيريديتري هو في الهيريديتري برضه في الاوفريان كانسر هو في الهيريديتري اوفريان كانسر. حلو جميل. ماشي في السبوراديك اوفريان كانسر مفيش سبوراديك اوفريان كانسر في بي ار سي 1 فيري رير. لا انت حد ما بتدورش عليه بس انت برضه يبقى دور عليه يبقى دور عليه عليه بي ار سي عشان اعرف سبورادك ولا لا. يبقى دور عليه ماشي ابقى دور. المهم انا عايز اقول ان الكومن ميوتيشن بتبقى اي بي ميوتيشن في الهايبر ميثايليشن. دي النقطه اللي انا عايز اقولها. طيب ايه الهستون ده؟ الاخضر ده يا جماعه هو ده الهستون. الدي ان ايه بيلف على بروتين اسمه الهستون. الهستون ده بقى ايه اللي ممكن يحصل؟ لو الهستون بس عمل سكويز كده ضغط على نفسه هيعمل ايه؟ هيغطي لك جين. الجين اللي هيبقى هنا هيبقى خلاص لاك اوف فانكشن. فدي حاجه اسمها كوفالنت موديفيكيشن اوف الهستون. يعني الهستون لما تسويزي دي ان تايب دي بتهايد سيرتن ارياز فتبقى الهيدن ارياز دي نوت يوتيلايز فيحصل ايبي جينيتيك التريشن. دي طريقه ثانيه للايبي جينيتيك التريشن. نيكست. المايكرو ار ان ايز دي عليها كلام كتير. نيكست. مش هتفرق معانا احنا. المايكرو ار ان اي اللي هو ان يكون الار ان اي نفسه في مشكله فيحصل ترانسليشن غلط. تمام. فيقوم يديني فينو تايب غلط يديني الكانسر او يديني مش طيب. يعني المعلومه المهمه ان السنجل مايكرو ار ان اي الصغير ده يقدر يكنترول اكتر من 300 او 400 جين. هو حاجه مش قليله. طيب نكس. الابيجينيتيك التريشن انتل ريسنتلي ذا ايديا وذ ذات كانسر از ذا ديزيز اوف جينيتيك تشينج. عايزين نقول لا ريسنتلي عرفنا ان في حاجه اسمها ايبيجينيتيك دامج. نكس. في بعض الكانسر اللي بجينيتك واحده ابر هاند عن الجينيتك. نكست. برضو ما فيش اي حاجه هنا جديده. سلايد بتاعتك رائعه. سلايد بتاعتك رائعه بصراحه. يعني حاجه روعه يعني. الموضوع البيجينيتك ده موضوع كبير. موضوع كبير انا مش عايز اتكلم فيه. ايوه انت كسلت تعمل خدت كوبي بيست وخلاص. لا ده مش كوبي بيست والله. اظن ان السلايد مش متقسمه نقعد يعني انت عاملها. ايوه يا ست. باراجراف زين. اصل انا ما كنتش عايز اتكلم على الايفيجن وما كنتش بتخيل اصلا ان انتوا هتقعدوا لحد دلوقتي بصراحه. احنا قاعدين. انا قلت ان احنا هنخلص كده. هو نزل الله انتوا جيتوا الله انتوا قاعدين الله انتوا سامعين. ان شاء الله انا مش هطول. اصل مفيش حاجه حد وراه حاجه ثانيه. هو ده السؤال اللي سالته. وات از ذا بريدومينانت كوز فور ذيس ايبيجينيتيك التريشن؟ ايجنج. برافو عليك بس نيجاتيف يكسب معانا اهو اهو ايجنج. ماشي نيكست. خلاص اللي بيجينيتيك ده خلاص اهم حاجه. وصلنا البروموشن بقى. عايزين البروموشن بقى. عايزين البروموشن. ثانك يو ده البروموشن. ايوه اصل البروموشن خلاص هو ده المسج اللي انا كنت عايز اوصله. البروموشن والكلام اللي جاي ده كله ما فيهوش اي حاجه امبورتنت. يعني هو بس اهم حاجه في البروموشن ان حاجه اسمها ان في دراون زي نظريه دراون داروينيان ثيوري اوف بروموشن. يعني بيحصل ايه؟ الكوميديا ما بتخلصش. ما كانش فيها حاجه. يعني من اول محاضره. طب انا لحق اشرب. يعني بيحصل ناتشورال سيلكشن. يعني ايه بقى منظور ناتشورال سيلكشن؟ يعني ايه منظور؟ بخلص. ايوه الكوميديا بصراحه من اول يعني بيحصل سيلكشن لما بيحصل انيشيشن وبروموشن بيحصل بروليفريشن من كلونال بروفيشن انيشيتيف سيلز. بيحصل سيلكشن للموست امبورتنت كلون اللي هي كويسه القويه يختار البقاء للاقوى. هي دي نظريه داروينيان هايبوثيسيس. فبيحصل ناتشورال سيلكشن للخلايا اللي هتقدر تكمل وهي دي اللي بتعمل بروموشن. من اشهر الحاجات برضو اللي بتعمل بروموشن انها ان الخلايا بتيفيد الريبليكيتيف سيلولار سينيسنس. يعني ايه سينيسنس؟ احنا قلنا شيخوخه. الشيخوخه. طب ازاي بيحصل الشيخوخه؟
تيموريز انت عندهم ايوه اللي بيقعد يعمل شورترنج شورترنج جميل. ايه اللي بيحصل بقى؟ ليه بيحصل شيخوخه؟ ليه كل الخلايا ليها ديفينيت نمبر اوف ديفيجن وبعد كده بتبطل ديفيجن؟ ايوه قول. عشان اللينس بتاعت التيلومر اللي فات التيلومر ده اللي هو الاندس بتاعت الكروموزوم بتقعد تتاكل مع كل ديفيجن مع كل ديفيجن لحد ما تخلص. طيب طب اتعمل عليها كلينيكال امبليكيشن رهيبه جدا في الكانسر. ايه هي بقى؟ بالعقل كده انا عندي التيلومير ده لما يتاكل التيلومريز اللي هو يبقى انا صح الانزيم ريبلينش او بيكفر الاندس بتاعت الكروموزوم ويحميها من التاكل اسمه التيلوميريز. جميل. هو ده ريفرز ترانسكريبتيز العكس الجين ده. يبقى انا لو جبت يبقى انا في حاجتين الامبليكيشن حاجتين. يبقى اغلب التيومرز في تيومرز كتير جدا اكتر من 90% من التيومر لقوا عندهم الجين اللي بيطلع التيلوميريز. ادي اول امبليكيشن. يبقى انت لو دورت الحاجه الثانيه ان انت ممكن تعمل تيلوميريز تعمل بيه ايه؟ تحارب الايجنج. هو ده تحارب الايجنج الشيخوخه تمنع السينس. يبقى دول التو امبليكيشن بتوع التيلوميريز. يبقى النورمال سيل ريبليكيشن هاف فينيت نمبر تو ريبليكيت ده اسمه الهاي فريك ليميت. ذس ليميت نمبر اوف سيل ديفيجن از ديو تو تيلومير شورتنينج ذا سبيشاليزد اندز اوف دي ان اي ويتش شورتن ويز ايتش ديفيجن. ماشي نيكست. ماشي ده مكان التيلومير اهو الحته الصغيره اللي في الاخر دي اللي بتتاكل مع كل ديفيجن. نيكست. وات وي لوز ويز ايج هو ده الايجنج هو الموست كومن كوز اوف سينيسنس. نيكست. زي في الفرام ماشي دي ازاي بيتاكل الجينوم وازاي التيلوميريز بيشتغل. نيكست. ما تفرقش معانا في اي حاجه. ده التيلوميريز انزيم وده بيقول لك ده في 2009 اتاخد عليه نوبل برايز على التيلوميريز اووردد تو جريدر ريفرس ترانسكريبتيز بروموتس ذا فورميشن اوف ا بروتين كاب ستراكشرز ذات بروتكت ذا كروموزوم اندز ذات بروموتنج كونتينوس بروليفريشن. ذيس انزيم از فيرتشوالي ابسنت ان نورمال سيلز. المفروض مش موجود عندنا خالص. كل الخلايا ليها فيرتم اكسبت الستيم سيلز لكن موجود في about 90% of human tumors due to increased expression of the HTRT gene due to activated oncogenes like الماي. next replicative cell senescence is a tumor suppressive mechanism طبعا لانها بتحمي الخلايا من unlimited number of division وتخش في cancer. next دي انواع senescence في منه حاجات spontaneous اللي احنا شرحناها فيها ممكن انا اعمل senescence stress induced او oncogen induced او tumor suppressive loss induced senescence من اشهرهم البيتين. عارفين بيتين بروتين. نيكست. ازاي التليمير ما احنا قلنا الانتي كانسر ثيرابي الابلكيشن بتاعه تليمير اند ايجنج. نيكست. ودي الناتشورال سيلكشن ثيوري اللي احنا اتكلمنا عليها. نيكست. ماشي اخر حاجه بقى البروموشن ده كوز باي ابروموتور ويتش ار مايتوجين اند جنرالي نون ميوتاجينيك اند ار نوت كارسينوجينيك الون بروموترز اكت ات ذا سيم تايم افتر انيشيشن. This stage is reversible initially, then become irreversible. If the tumor promoter is discontinued before malignant, I note لو promoter إيه؟ لو promoter ده ما كملش قبل malignant conversion step has occurred, pre-malignant or benign lesion may regress. ده الكلام اللي متقال. هل ممكن التيومر يكبر بعد كده يرجع؟ هي الجملة دي مكتوبة كده. ممكن التيومر ما يكملش ويحصل له regression. Next. Promoters may be endogenous, the hormones or exogenous, like tobacco. Next. نيكست. اخر حاجه بقى الستيب بتاعت البروجريشن اند هيتروجينيسيتي. نيكست. مالجنت كونفرشن اهي لازم الستيب دي تحصل ترانسفورميشن اوف نيوبلاستيك سيل برين نيوبلاستيك سيل انتو وان ذات اكسبريس ذا مالجنت فينوتايب. ذيس بروسيس ريكواير فيرذر جينيتيك دامج باسنجر ميوتيشنز. نيكست. نيكست ده بقى الدايجرام اللي احنا اخر حاجه بقى البروجريشن اند هيتروجينيسيتي. بروجريشن يعني ايه؟ ترانسفورميشن اوف ذا بروليفريتنج سيلز انتو ان انكريزنجلي مالجنت اند اجريسيف جروث ستيت in the form of local and metastasis. هي بقى local invasion والmetastasis دي معنى كلمة progression and heterogeneity involves generation of subclones within the tumor is due to accumulation برضو of mutation. نفس السبب accumulation of genetic and epigenetic changes. next. next. آخر حاجة بقى سلايد. just as critical as identifying oncogenes and the tumor suppressor gene understanding the ways in which they interact and bring about uncontrolled cell cycle progression continues to challenge scientists seeking not only to treat and prevent cancer but also understand how the cell cycle is fundamentally related. لأن كله بيطب في النهاية في cell cycle. نيكست. Very thank you. Thank you.